ومن دقائق الإفادة وعيون المسائل أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون من صفات الله عز وجل الإتيان والمجيء. فأما الإتيان فذكر المصنف رحمه الله تعالى دليله، وأما المجيء فدليله قوله تعالى إيش؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. وليست هذه المسألة، المسألة ما الفرق بين المجيء والإتيان؟ واضح السؤال أم غير واضح؟ واضح. ما الجواب؟ هل تعتقدون أن كل صفة من صفات الله لها معنى زائد عن الآخر، أم قد تكون الصفات بمعنى واحد؟ ما الجواب؟ كل صفة فلها معنى. لماذا؟ لأن موجبه كمال الله عز وجل، فكمال الله عز وجل يوجب أن يكون المعنى الذي يستكن في صفة غير المعنى الذي يستكن في ما يقاربها في أصل معناها، فقد تتقارب الصفتان في أصل المعنى ولكن يقع بينهما فرق، مثل صفة الرؤية والنظر، فإن الله يرى وينظر فهما يشتركان في أصل الصفة لكن بينهما فرق. والمقصود بالسؤال هنا ما الفرق بين الإتيان والمجيء؟ دائم يا إخوان أقول لكم عليكم بالقرآن والسنة، القرآن والسنة، أنتم لا تغردوا خارج السرب كما يقول الأدباء. انظروا إلى هذا الفعل الإتيان والمجيء في القرآن كيف وقع تصرفهما. طيب والإتيان ألم يقل الله ها عبد الله إيش؟ طيب غيره لا، هذا فيه نظر خالف ما في القرآن. نعم إيش؟ أيوة، هذا ما يتعلق بصفة الله، هذه أشياء خارجية، مثل يقول المجيء ذكر في الآخرة والإتيان ذكر في الدنيا والآخرة، هذا ما يتعلق بالصفة. إيش؟ في بعض المواضع. أيوة. يعني بحسب السياق أنه يأتي قوتي وقدرتي. يأتي إيش؟ قوتي يعني فات الله بني أنا وقدرتي. أحسنت. هذا ذكرناه لكم فيما سبق يا إخوان. ألم يقل الله فأتى الله بنيانهم من القواعد، صح ولا لا؟ طيب إذن الإتيان فيه زيادة قوة عن المجيء أم لا؟ فيه زيادة، ولذلك ما قال الله فجاء الله بنيانهم من القواعد، قال فأتى لما فيه من القوة، فمعنى الإتيان فيه قدر زائد من القوة على ما يكون من دلالة الفعل في صفة المجيء. نعم.